أكيد. ألف شكر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. باختصار وبدون مقدمات، احنا النهارده معانا افكار ومواهب، بمعنى افكار نابهه ومواهب بازغه، مواهب وافكار عابره للحدود وعابره للاجيال. ايه يهم الموهبه جنسيتها ايه؟ ايه يهم صاحب الفكره عنده كام سنه؟ المهم انها تبقى فكره تلقى منا دعم او صوت يلقى منا ترحيب وتثقيف او تصفيق زي ما انتم عايزين. بعد الفاصل. Marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. في جزء من الفلوس هيروح للحملة دي. انت بتدفع مع كل واحد هيشوف الفيديو. عايزين كل الناس يبقى عندها فرصة متساوية. عمري ما كنت فاكر ان دي حاجة تفرق في حياة حد يعني او تفرق في يوم حد. شيء شبه مستحيل. يا انا يا انا انا وياك سرنا القصص الغريب. يا أنا يا أنا أنا وياك وانسرقت مكاتب. إيه علاقتك بمايكل جاكسون؟ أنا مكتب، أنا من الجيل ده بقى. انزل حالا من بيتك ومعاك 20 جنيه. بتاع الكاسيت واللي بيسمع منه عمرو الوكمان. كان اسمه وكمان. كان في اختراع كده بتاع كده. موطني موطني الحسام واليراع لا الكلام والنزاع رمزنا. بتوريك حاجة أنت مش شايفها. احنا عملنا أول بلاط للمكفوفين في مصر. ومين المغني ده؟ ده أشهر مغني في الدنيا كلها. أنت مرتبط ولا مش مرتبط؟ بلاش بقى نتكلم في الحاجات دي. أنا لك على طول خليك لي. مش ابنها اللي يحصل له كده. دعين مني وطل علي. امبارح اه هو كان في ميعاد غرامي اه مع واحدة بس هي أكبر منه في السن. صح بكتير. I faced it all and I stood tall and did it my way. في حملة نزلت على السوشيال ميديا تفهم ان هي حملة مش بس توعوية، ان هي بتوعي الناس بحاجة، انما كمان لها هدف محدد، لها هدف انه احنا نتحرك. احنا مين؟ ممكن احنا الناس الاكثر رحمة، احنا الاكثر جدية في التعامل مع مشاكل الاخرين، احنا لو كنا اجيال اجدد، احنا لو كنا مسؤولين في اماكن عامة او في مرافق بيأتي لها المواطنين. الحملة دي صحيح إن كان فيها نجمين منا شلبي وأحمد مالك، إنما الحقيقة وأخرجها طبعا مخرج معروف اسمه عمرو سلامة، مخرج سينمائي شهير. إنما الحقيقة الحملات دايما مش كل النوايا الحسنة أو الطيبة بتلاقي اهتمام من الناس. الحملة دي نزلت على الإنترنت وتم تداولها بالملايين، الناس ابتدت تشيرها وتقتنع بيها. والحقيقة الشير ما كانش مجرد زرار بيتداس، إنما كان إدراك إن أنت لما بتدوس على الزرار ده فأنت في جزء من الفلوس هيروح للحملة دي، هيروح للهدف ده. خلينا نشوف المقطع الفيديو اللي انتشر وناس كتير اقتنعت بالرسالة وتبنتها لما كانت بتدوس على زرار. قبل ما بنزل من البيت بفكر مليون مرة. حاجات كتير بتكون بسيطة وسهلة لأي حد وبالنسبة لنا ممكن تهدد حياتنا. لو حد عاش تجربتنا هيقدر يفهم معاناتنا. المنحدر أو الرامب مش موجود فبتضطر تمشي في نص الشارع، ولو لقيت بقى المنحدر معمول صح هتلاقي حاجة تانية غلط. تعدية الشارع تكاد تكون مستحيلة. بفرح قوي لو لقيت أسانسير وشغال.
كل خطوة مش عارف هتقابل ايه في طريقك. ولو حد بقى تطوع عشان يساعد ومش عارف يساعد ازاي، ممكن تبقى فرصة. في اكتر من 14 مليون شخص ذوي الاعاقة في مصر. مع كل شير للفيديو ده في تبرع هيروح لمؤسسة حلم. ساعدنا نخلي في اماكن اكتر مجهزة لذوي الاعاقة، حياتهم تبقى اسهل. هنقلل من المخاطر اللي ممكن يقابلوها. حملة حلم، حملة حلم باختصار، حملة حلم باختصار بتوريك حاجة انت مش شايفها. انت احيانا بتبقى ما بتشوفش غير المشاكل اللي بتواجهها انت شخصيا، انما في حاجة انت مش شايفها. لو في حد عنده مشكلة في الحركة او الرؤية، انه يروح يخلص مصلحة، انه يدخل مرفق عام شيء شبه مستحيل. اجمل ما في الحملة دي او في الفيديو ده ان هو ما كانش مجرد كلام حالم رومانسي، هو وراك لو انت مكان الناس دول ممكن تبقى حياتك جحيم ازاي، ان انت تمشي في شارع في القاهرة وتدخل مرفق رسمي كان او غير رسمي. خلينا نستقبل صناع الحملة دي ونتكلم اكتر عليها. اولا المخرج السينمائي الشهير عمرو سلامة، اهلا عمرو سلامة، اهلا بيك، اتفضل يا عمرو. هنسأل رئيس مؤسسة حلم، صاحبة المشروع أو صاحبة المبادرة دي، رئيس مؤسسة حلم لإعادة تأهيل ودمج ذوي الإعاقة الأستاذة آمنة الساعي. أهلا أستاذة آمنة، أهلا حبيبي. وأخيرا معنا بطل الحملة دي الممثل الشاب الموهوب أحمد مالك. اهلا بيكم. انا قبل ما تدخلوا كنت بقول انه الفيديو اللي تم تداوله بالملايين احسن حاجه فيه انه مش بس النوايا الطيبه، انما انه انت خليت كل واحد يتفرج عليه حط نفسه مكان اللي ممكن يستخدم الشارع او يروح مكان مرفق وهو عنده مشكله في الدخول. عمرو سلامة، ابتديلي من الحدوتة من الأول. يعني الحدوتة من الأول أكتر آمنة تقدر تحكيها، لأن هم اللي بدأوا الموضوع بصراحة، هم مؤسسة حلم، هم اللي بدأوا الفكرة إن هم طول الوقت عايزين يزودوا التوعية، صححين لو أنا غلطان، التوعية للناس تحط نفسها مكان ذوي الاحتياجات الخاصة ويشوفوا قد إيه المعاناة بتاعتهم ممكن تبقى موجودة كل يوم من غير ما حد يقدر يحس بيهم. هما كانوا عملوا كذا فيديو قبل كده وكنت اتفرجت عليهم، وفيديوهات جميله جدا ومعموله حتى بجوده رائعه، ولحد ما وصلوا البسيطه. بسيطه هما شباب لازم نحييهم جدا ولازم نقول على فكرتهم العبقريه اللي هما جم فيها في مصر. بسيطه هي زي وكاله دعايه واعلان بس للحاجات اللي ليها هدف مجتمعي. وبسيطه اللي بتعمله هي حاجه اسمها كليك فاندنج، بمعنى ان انت كل ما بتروح للمعلن عشان يدعم هدف معين او رساله معينه وتقول له انت مش هتدفع فلوس الا لما الناس تشوف. يعني قبل كده ممكن تروح للمعلن تقول له انا هعمل لك اعلان يعني ادعم الهدف الفلاني او الرساله الفلانيه او القضيه الفلانيه، وما يبقاش متاكد اعلانه ده هيتشاف ولا لا. فهو بيروح للمعلن يقول له انت بتدفع مع كل واحد هيشوف الفيديو، فلو شافوا 5 بني ادمين هتدفع 5 جنيه، لو شافوا 5 مليون هتدفع 5 مليون. يعني بيدفع بالاجل. بالظبط، بيدفع بالاجل. وبيدفع على اساس انه بيتأكد ان هو اتشاف كمعلن، فيقوم دافع على قد ده فلوس، مش بالمشاهدة بالظبط بس بتتحسب بنقط معينة، المشاهدة بالنسبة نقطة وكذا. بالظبط. ففي الحقيقة بسيطة عملت معهم اعلان شبه ده قبل كده، كان اعلان للمية لتوصيل المياه للبيوت اللي مش مفهاش مية وصرف صحي، وكان اعلان بطولة ماجد الكدواني وكنت اعلان بحبه جدا، وفعلا كنا متوقعين ان هو يعمل حوالي 2 مليون مشاهده في حوالي 3 اسابيع، عملهم في 6 ساعات. وده نفس اللي حصل معانا هنا، ان احنا كنا متوقعين بنقول يا رب نعمل 2 مليون فيو في خلال اسبوعين ثلاثه، عملنا 4 مليون فيو في خلال 24 ساعه. 24 ساعه؟ 4 مليون فيو على الفيسبوك. على الفيسبوك بس. على الفيسبوك. احمد، كان احمد مالك كان لك علاقه بالجزئيه دي في الدنيا، مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصه من الاول ولا لا؟ كانت اول مره لما عمرو سلامة كلمك في الحمله دي؟ كنت اتمنى، بس هي كانت اول مره.
يعني عمر عرض عليا الموضوع وبس. وبعدين فجأة لقيت نفسي تعرفت على الموضوع من الأول زي المشاهدين بالظبط. وكان شرف ليا يعني انا اكون جزء من حاجه زي دي. لا يعني عمرك تخيلت؟ كنت بقول الواحد ساعات ما بيشوفش مشكله غيره الا اذا وقع فيها او اذا حد صور له انه ممكن يعاني منها. انت خلوك تمشي بويل تشير بالظبط في الشارع. احكي لي عن تجربتك، شفت ايه او حسيت بايه او فكرت بايه؟ ايه الاحاسيس اللي جات لك؟ ان فعلا مفيش يعني بتكوني ماشي مفيش اي نوع من التفاهم ان والتعامل مع الشارع في جزئيه زي دي. يعني مفيش مرافق زي ما احنا شفنا، مفيش اهتمام، مفيش الرصيف، مفيش رامب تطلع منه. ف يعني طبعا التجربه عشان كانت في شكل تصوير اكتر، ما كانتش في شكل سوشيال اكسبيرمنت، فما حسيتش بيها بشكل يعني قوي، كانت في شكل تصوير بس. الشعور نفسه يعني ان داخليا يكون في مشكله وخارجيا برضه تحس ان مفيش اي دعم، الموضوع ده بيبقى يعني مش لطيف خالص. في حد قبل ما اروح للاستاذه امينه، في حد ممكن يقول يا جماعه هو اصلا اللي ما عندهمش مشكله ومش ذوي احتياجات خاصه عارفين يمشوا في الشارع؟ صحيح، هم مش عارفين يمشوا في الشارع لانه الرصيف عالي جدا وغالبا في مشاكل في الطريق. انما ده أدعى إن إحنا نفكر في اللي عندهم مشكلة. إذا كان اللي ما عندوش مشكلة وتحركه صعب في الشارع ده، ما بالك اللي عنده ثلاث أضعاف مشكلتك؟ يعني أحياناً نفس المنطق اللي يخليك يقسي قلبك هو نفسه اللي يرقق قلبك ويقولك إذا كان أنت ما عندكش مشكلة ومحتار تدخل منين ما بين العربيات، تعدي إزاي، تطلع إزاي، طب ما بالك اللي عنده مشكلة ده يعمل إيه؟ ده تبقى الدنيا جحيم. المنطق ممكن دايما نسخره احيانا انه يقسي قلبنا واحيانا انه يرقق قلبنا ويخلينا متعاونين اكتر مع غيرنا. استاذه امنه، طبعا اول حاجه الكامبين فاقت توقعاتنا كلها، وزي ما عمرو قال هي فكره الكليك فاندنج ان هي حلاوتها في ان هي بتخلي المجتمع كله يشارك. يعني اولا الناس حست ان هي ليها انبوت او ليها فعل، ان بكليك واحده من غير ما تدي فلوس اوريدي عملت مشاركه في ان احنا نغير حاجه فعليه في الشارع. تاني حاجه الشركات، يعني اولا طبعا الداعم للحمله نفسها كان دروسوس، كانت مؤسسه دروسوس، وساعدوا بسيطا ان هم يقدروا يعملوا الاعلان ده. وطبعا التطوع بتاع عمرو واحمد ومنا خلانا نقدر نعمل فعلا اعلان قوي جدا. فاحنا فعلا ما دفعناش ولا مليم في الاعلان ده عشان يوصل للملايين. هو غير الفيوز بقى في الريتش نفسه وصل لاكثر من 10 مليون واحد في مصر في اقل من كام يوم، فده طبعا حاجه قويه جدا ان احنا نقدر ناثر على الناس بالشكل ده. ولكن حلم، يعني يمكن فكرتها الاساسيه ان احنا عايزين كل الشوارع تبقى متاحه وعايزين كل الناس يبقى عندها فرصه متساويه، فان احنا نقدر نلاقي المشاركه دي من الشركات كمان الداعمه زي التجاري وحاجات كتير جدا، قدرت ان احنا نقدر بقى في الاخر ناخد مكان المشاركه دي فلوس نقدر نغير بيها فعلا الشارع. وطبعا الاحلى حاجه في الاعلان يمكن لما عمرو جالنا حلم ان الاعلان ده اتعمل فعلا من واجه الحقيقه. انا فاكره عمرو كويس قوي اول ما راح اول مره بيقول يا جماعه انا شايف كل القصص اللي اتحكت لي في حلم بتحصل قدام عليا. يعني صح. يمكن انا فاكر واحنا بنعمل المعاينه بنشوف اماكن التصوير قبل ما نصورها بجد كاننا رسائل كده بنشوفها. واقفين بنعمل معاينه في المترو لقينا سلم المترو الناس فعلا بتحاول تشيل حد يعني على كرسي بعجل. بنشوف فعلا حد كان مكفوف مش عارف يتصرف في الشارع. يعني شفناهم بجد لدرجه ان احنا كنا قاعدين نبص بنقول كانها حد عامل لنا ده عشان نشوفه، يعني من كتر ما احنا كنا متفاجئين من ان احنا شايفين ده بعيننا وشايفين المعاناة بعيننا في الحقيقة. وإحنا واقفين عند جامعة القاهرة بنلف وإحنا في أحدى محطات المترو وطالعين عشان نجرب الأسانسير، فبنقول لهم إحنا عايزين نشوف الأسانسير علشان نعمل علشان والكذا، قلنا مش شغال بجد زي الإعلان. فمع إن في مجهود حاصل، يعني لما كنا رحنا كان فعليا في كذا مجهود ما حاصل على الأرض، بس كان لسه المشاكل دي شايفينها وشايفين الناس بتعاني منها ازاي. والحمد لله بعد اعتقد بعد الاعلان يعني بعد ما صورنا في حاجات كتير اوريدي حصلت. الحقيقه على قد ما الواحد ساعات بيشوف حاجات محبطه
ممكن تكون في الشارع، على قد ما بيبقى في حاجات حلوه زي اللي بيحصل ده، انه قدام جامعه القاهره مع بدايه المبادره يتم تغيير الرصيف. صحيح انه جامعه القاهره حته صغيره في جمهوريه كبيره، بس على الاقل بدايه. خلينا نشوف، احنا عملنا تقرير عشان نصور اللي حصل في جامعه القاهره، خلينا نشوف. ده اول مسار متاح للاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه والبصريه في مصر. احنا كنا صنعنا زي ما انتم شفتوا البلاط التحذيري والبلاط التوجيهي عشان نعرف الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه ازاي يعرفوا يتحركوا في محيط الجامعه. في نوع البلاط التحذيري اللي بيعرف الشخص ان هو يا اما لازم يقف هيعدي شارع او ان هو هيغير مساره، فبالتالي لما يغير مساره يقدر يبقى عارف ان هنا بوابه الجامعه اللي ممكن يخش منها. في اكتر من 1000 طالب في الجامعه من ذوي الاعاقه، فده يمكن رقم كبير جدا بيخش الجامعه بشكل يومي. فاحنا شايفين اخترنا المكان ده بناء على ان ده في عدد كبير ممكن يستفيد من الشغل اللي احنا عملناه. بيسهل لذوي الاعاقه بشكل كبير، بحيث ان دلوقتي الكفيف ممكن يستخدمه باستخدام العصايه، واي حد عنده اعاقه حركيه ممكن يستخدم الطريق ده بشكل سهل. البدايه بس في جامعه القاهره، هنكمل في باقي القاهره مستقبلا ان شاء الله. والله وانا الطريق ده بالنسبه لي يعني كان جاست حلم، لان يعني فكره ان كل يعني هو ده الطريق الوحيد في البلد كلها اللي بيخلينا نمشي بشكل مهيئ بالنسبه لنا، لان ده ابسط حقوقنا. احنا ذوي قدرات خاصه ربنا اداها لنا، المعاق ده هو اللي ما بيعرفش يعمل حاجه، لكن احنا مش معاقين، احنا بنعرف نعمل كل حاجه الحمد لله. انا بدرس في كليه عادي وبلعب مزيكا وبعمل كل اللي انا عاوزاه، فهي الحياه اللي بتعيقنا عن الشكل الصح اللي احنا المفروض نعيش فيه. فانا بشكر حلم، ونفسي ان كل البلد تبقى مهيئه بشكل كريم علشان احنا نقدر نعيش فيه بشكل اللي يليق بينا. يعني ده حقيقي، ده حقيقي. احنا يعني احنا مش كل حاجه بتتقلدها بنصدقها، فاحنا رحنا الجامعه عشان نصور بجد يعني، ونفهم قد ايه انبسطنا انه ده موجود. هي ممكن تبقى بلاطه بس بتفرق كتير قوي مع الناس. يعني انا كان ليا تجربه في فيلم اسماء، وفي كذا قضيه عملت لهم يا اما اعلانات يا اما عملت لهم افلام تسجيليه يا اما عملت لهم افلام طويله، ان الناس الوعي لما بيختلف ده أهم من أي شيء تاني. يعني أنا في أسماء أنا عشت ده بشكل كبير بعد الفيلم، قد إيه الوعي اختلف على قضية الناس اللي متعايشة بفيروس الإيدز. وهنا عشنا ده في إن الناس نفسها خدت بالها من حاجة عمرها ما خدت بالها منها. أنت ممكن كل يوم تعدي تلاقي عربية ركنة قدام الرامب أو المنحدر اللي الكرسي المتحرك بيمشي عليه بيطلع عليه. النهاردة ممكن بني آدم بعد ما شاف الإعلان يلاقي نفسه ركن قدام الرامب فما يركنش هنا. انا نفسي شخصيا انا فاكر بعد ما صورنا الاعلان بثلاث اربع ايام في ركنه معينه جنب بيتي عند الرامب، عمري ما ركزت. انا كنت فاكره رامب حاجه بتطلع البضايع الصناديق كده صح، ده اللي عمري ما كنت فاكر ان دي حاجه تفرق في حياه حد يعني او تفرق في يوم حد. فما كنتش، فده لان انا عملت الاعلان وشفته. فلما الاعلان ينزل ويحصل رد فعل شبه ده اعتقد صح. ده المكسب الاهم. صح. جبت عمرو سلامه ليه بقى؟ عشان عامل فيلم جديد وكده وبيلف في كل مهرجانات العالم. هو عمرو هو اللي جالنا. ازاي؟ ايه اللي وصلكم لعمرو واحمد ومنه؟ هو اعتقد الموضوع بدا من بسيطه، لان انا بسيطه كنت اوريدي عملت معاهم من سنتين الاعلان بتاع استاذ ماجد الكدواني اللي هو كان اعلان لتوصيل المياه للبيوت، وكان اعلان برضو عمل وصل لناس عدد كبير جدا، كان ملايين برضو، هوصل حوالي 3-4 مليون في حوالي 24 ساعه. وفي نفس الوقت مؤسسة دروسوس، ولازم أذكر أستاذة وسام البي، لأن وسام البي من الناس اللي مهمة في حياتي، لأن هي كانت هي اللي بدأت مشروع أسماء. مش المؤسسات دي مؤسسات إيه؟ مش مؤسسة تنموية ولا مؤسسات خيرية؟ دروسوس مؤسسة عالمية يعني. هي أمينة قالت كذا اسم كده في النص. أنا واضح إن دي حاجة معروفة بس إحنا لا مش معروفة. لا هو دروسوس دي مؤسسة. أنت برضو مش عارفها صح؟ مؤسسة. أنا افتكرت إن أنا الوحيدة اللي شافها كسفت أسأل. لا دروسوس مؤسسة أعتقد سويسرية، وهي لو انا فاكر صح هي سويسريه، وهي مؤسسه غير هادفه للربح، بتدعم مشاريع ثقافيه كتير جدا في العالم كله منها مصر. واستاذه وسام اللي هي ماسكه المؤسسه هنا
هي اللي كانت نفسها ماسكه اليو ان ايدز اللي هو الامم المتحده لحقوق المساعدات المساعدات المتعايشين بفيروس الايدز اللي هي ايدز از از ايدز فهي هي اللي كلمتني من سنه 2008 وقالت لي انا عندي قصه لازم تسمعها عشان تعمل فيلم عنها اللي هي كانت قصه السيده الحقيقيه اللي عملنا عليها فيلم اسماء وكانت علاقتنا ممتدة طوال ما كنا بنعمل فيلم أسماء وحتى بعد فيلم أسماء وأستاذة وسام بيه هي نفسها اللي ماسكة دروسوس اللي هي المؤسسة اللي ساهمت في تحمل تكلفة الإعلان فهي برضو من الناس اللي كلموني وقالوا لي إحنا عايزين نعمل الإعلان ده وإحنا عايزين يبقى فيه نجوم وعايزين وهي حتى هي اللي كلمت طبعا فنانة منة شلبي وأنا اللي كلمت أحمد وبس فهي الرحلة بدأت كده يعني انت بدأت الموضوع هو اعلان ماجد الكدواني السحر مش مهنة سهلة كل يوم ابهار الناس بيبقى اصعب ومهما كان مين جمهورك لازم تبسطه تخليه سعيد وترسم الضحك على وشه أوحش حاجة إنك ما تلاقيش رد فعل وتحس إنهم مش متمتعين وإنت مش قادر تاخدهم لعالم تاني ساعتها بتحس بالفشل تحس إنك ما قدرتش تعمل اللي هم مستنينه منك بس أكيد عندهم حاجة ممكن تبسطهم محدش بياكلها بالسهل وفي ناس مش بتشربها بالسهل في 1.5 مليون بيت واكتر من 7 مليون مصري عايشين بدون ميه نظيفه وامنه طيب قولي بقى ليه كلمت احمد مالك عشان كان بيمثل معاك في شيخ جاكسون ولا في اسباب تانية اسباب ان هو احمد طبعا مبدئيا علاقتي بيه كويسه جدا احمد انا شايفه من اهم الممثلين في مصر دلوقتي مش حتى مش هقول في جيله تاني لان انا شايفه من اهم الممثلين في مصر وطبعا لان انا مش بهرج هو فعلا احمد عنده شعبيه الكترونيه عظيمه والاعلان مبني على فكره ان الناس تشارك الاعلان فاذا كان احمد او اذا كان منة شلبي هما الاثنين طبعا ليهم جمهور كبير جدا وهما الاثنين من الناس اللي انا ما اتكسفش اكلمهم اقول لهم احنا عايزينكم في حاجه تتبرعوا بمجهودكم علشان حاجه ليها هدف لان هما في الاخر الانسان بيبقى عارف مين الفنان اللي يقدر يقوله ده ومين الفنان اللي مش هيهتم فاحمد من الناس اللي عندها وعي مجتمعي كبير وعندها المسؤوليه المجتمعيه دي عنده عامه طيب الفكره كنت عايز اقول ان في واحد ممكن يكون بيتفرج على التلفزيون ما فيش امل انه يتاثر بالحمله دي ماشي بس ابنه او الجيل اللي بعده اكيد هيتاثر بيها يعني إذا كان في نسبة في المجتمع ممكن تكون سد ودنها أو قلبها إن هي تستجيب لحملات زي كده على الأقل في جيل أصغر هيتربى وهو بيشوف الحملات دي هيتربى وهو متشبع بفكرة إنه لازم فئات كتيرة جدا تاخد حقها بشكل محترم ولائق بكرامة وتبقى هي دي الثقافة السائدة في جيل تاني موافقين برضو على ده يعني طبعا انا شايف ان الاجيال الجديده عندها امباثي او تعاطف مع الاخر او تعايش مع الاخر اكتر من الكبار ودي حاجه عامه موجوده وعلى فكره يعني دي كانت دراسه معموله ان الاصغر عنده تعاطف مع الاخر اكتر من الاكبر ده في العالم كله حتى مش في مصر بس وبالمناسبه الافقر بيتعاطف مع الاخر اكتر من الاغنى ودي الحاجه يعني في الحقيقه معظم المشاريع الكبيره الخيريه ده انا اتعلمته عشان اشتغلت في مشاريع شبه دي كتير لما بيجوا يدرسوا مين اكتر الناس تبرعات بيلاقوا من الاحياء الافقر ومن الاعمار الاصغر لان الفقير بيحس بالاخر اكتر بكتير من الغني والصغير بيحس بالاخر اكتر بكتير من الكبير وفي كذا ما بيبقاش لسه قلبه قسي بالظبط وبيحصل حاجه قلبه اخضر بيحصل حاجه نفسيا في علم النفس اسمها الدونر فاتيج بمعنى ان الشخص المتبرع بيجيله ارهاق التبرع حتى لو بيتبرع على فكره بمشاعره لانه بيشوف مشكله ورا مشكله ورا مشكله ورا مشكله فيوصل ان خامس سادس مشكله خلاص ما بقاش متعاطف انت لو شفتي زي ما بيجي ساعات في رمضان بنشوف 6 عنات تبرع ورا بعض
لو اخر واحد هو اقصاهم وجع مش هحس بيه خالص، لان انا شفت خلاص حد عنده سرطان وحد عنده فقر وحد عنده مش لاقي اكل وحد، فهاجي على السادس مش هتعاطف. فمن كتر المشاكل للاسف اللي بنواجهها في المجتمع، وان الناس اوريدي الكبار في السن عندهم مشاكل حياتيه جد جدا وخطر جدا، فبيبقى عندهم ارهاق شويه من التبرع. عشان كده مش التبرع الاهم زي ما بقول دايما، الاهم هو تغيير الوعي. يعني التبرع ده حالا انا محتاج التبرع، بس عشان البلد تتغير وكلنا نتغير والناس تتعاطف مع بعض هو الوعي. صح. فاتمنى صح. ان وده دورك حضرتك برضو، ان احنا هنا مع حضرتك، ان احنا لما الاعلام يهتم بالقضايا اللي زي دي ونتكلم عليها اكتر. انا عارف ان دي اللحظات اللي الاعلام بيخاف منها الناس اللي بالقناه، لان هو الحاجه دي مش ممتعه زي الباقي، بس الحاجات دي فعلا مهمه جدا، وده دور تشكروا عليه، ان هو ده الدور الحقيقي اللي بيغير المجتمع لقدام. تشكيل الوعي، تعليم واسره وتلفزيون وميديا، هو ده اللي المفروض الرسائل الصح والايجابيه تنتشر منها. سعيدة بالحملة دي، سعيدة بنجاحها، بالتعاطي الذكي اللي تمت بيه، إنما كمان شايفة أنه القائمين عليها محظوظين. أنتوا محظوظين جدا، لأنه الثنائي ده اللي اشترك معاكم في الحملة عنده واحد من أكتر الأفلام اللي اتقابلت بحفاوة نقدية، مش بس في مصر، في العالم كله. يعني الثنائي ده عمال يطلع من مصر لكندا لليابان للندن لإنجلترا، فانتوا سفراءكم للحملة دي بيعيشوا حالة توهج ونجاح، اعتقد او بالتأكيد هو بيصب لصالح الحملة الخاصة بيكم. بعد الفاصل هنكمل مع عمرو سلامة واحمد. اعرف اسمك؟ يا دودة. يا دودة جاكسون. بقول لك يا شيخ، سبحانك فقنا عذاب النار. لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفات كينج اوف بوب مايكل جاكسون. ومين المغني ده؟ ده اشهر مغني في الدنيا كلها. زي ما كنت بقول قبل الفاصل، حملة حلم اللي كنا نتكلم عليها محظوظة انه هي تعاملت مع اتنين عندهم موسم ناجح بعد فيلم شيخ جاكسون. سؤالي الاول، ايه علاقتك بمايكل جاكسون؟ سنة 95 واحد صاحبي قال لي انزل حالا من بيتك ومعك 20 جنيه. انت كنت في سنة كام بقى؟ 95 كنت في ثالثه اعدادي، اولى ثانوي. فانا فاكر قالك انزل من البيت حالا ومعاك 20 جنيه. فانا خفت، لانه لو قلت ماما عايز 20 جنيه، 20 جنيه وقتها كانها مثلا دلوقتي 200 جنيه. فقلت اروح لماما اقول لها، بس استنيتها تتكلم في التليفون، عشان هي بتتكلم في التليفون هتعمل لي كده وخلاص. فقمت قلت لها وهي بتكلم في التليفون، قلت لها ماما انا عايز 20 جنيه. قالت لي قلت لها طب انت وافقتي كده خلاص؟ فقمت خدت ال 20 جنيه ونزلت. واضح. قلت لصاحبي انت عايز ايه في 20 جنيه ليه بقى؟ قال لي عشان هنجيب شريط مايكل جاكسون الجديد. قلت له يا عم انا ما بسمعش شخص غريب قوي وبتاع، ما بسمعوش وبتاع، ايه ده، انا عايز اجيب شريط محمد فؤاد. قال لي بس تعالى معايا. ده كنت منصحك قدام صاحبك ده؟ هو كان مؤثر عليا جدا. فعبد الرحمن يعني لو بيشوفنا. فالمهم فكنا احنا ساعتها كده شله بنركب عجل كتير كده، وبنروح بيه حتت بعيده قوي. فقعدنا يومها راكبين عجل وبنلف مصر كلها عشان شريط مايكل جاكسون، انه اتباع في يوم ما نزل خلص كده. جبته ورجعت البيت، فمش فاهم حاجه من الاغاني ومش فاهم بتاع. فقال لي لا، ما احنا هنشتري، انت اللي اشتريناه ده بيبقى فيه ورقه جوه فيها الكلام. ففتحت الورقه
كان معايا ووكمان اصفر زي اللي في الفيلم بالظبط. وفاكر اليوم ده كويس جدا لان احمد يعني المشهد ده من اكتر المشاهد اثر فيا اليوم ده. فاكر ووكمان، فاكر ان انا حطيت الشريط مش فاهم اي حاجه، وبعدين قعدت اطلع الورقه فمن نص ثلاث ارباع كلام مش فاهمه برضه، فجبت القاموس وقعدت اترجم كلمه كلمه وقعدت اسمعه. بس في الحقيقه الحاجه الوحيده اللي خلتني اشتري مش صاحبي، يعني كان في بنت معجب بيها في الفصل بتحب مايكل جاكسون زي الفيلم بالظبط. وقعدت ثلاث سنين بقى ايه مش واخده بالها، يعني طب انا حبيت مايكل اهو مش واخده بالها، طب بقيت بجيب الشريط معايا المدرسه مش واخده بالها، طب طولت شعري مش واخده بالها. بعد كده اكتشفت ان انا كنت واخده بالها، بس العيال طولوا شعرهم يا عم يا نهار اسود، ده انا طولت شعري وقصرت البنطلون ولبست جزمه بتفز اسود وكل حاجه. الحمد لله انا ما شفتكش في المرحله دي. الحمد لله. الحمد لله. ده كان في ثانوي فانا كنت صغير يعني لا لا وصف لي معلش. ده انا رحت عند واحد هو بقى نفسه صاحبي ده عبد الرحمن، قال لي تعالى نفرد شعرنا عشان نبقى بقى ايه يعني. فالراجل راح فرد لي شعري كده وبتاع، وكان اول ما رحت تاني يوم مش تخليش التريقه اللي شفتها في حياتي. فاي حد عايز يفرد شعره هتتبهدل تاني يوم في المدرسه لو عملت. طبعا. بس فالحقيقه انه اللي كان بهرني وقتها هو ان الاغاني بتتكلم عن حاجات غير ان واحد بيحب واحد. دي كانت اول مره في حياتي اسمع اغاني عن واحد مش عن واحد بيحب واحد، فكانت الاغاني عن مواضيع كبيره جدا. فاعتقد انها كانت مدخل اولا ان انا اتعلمت انجليزي كويس، ان انا عرفت ثقافه بلد كامله امريكا، لان مايكل جاكسون كان بيتكلم حاجات كتير جدا ليها دعوه بالتفرقه العنصريه يعني حاجات، وعن الاهتمام بالطبيعه، عن المشاكل اللي في العالم كله. وقصة حياته بقى اهتميت بيها وقتها، كانت قصة حياة مبهرة جدا، وأهم حاجة فيها هي أزمة الهوية. وعشان كده في الفيلم ده حسيت إن كل حاجة منطقية، إن مايكل جاكسون شخص نفسه كان عنده أزمة هوية كبيرة جدا، هو مش عارف هو أبيض ولا أسود، هو مش عارف هو كذا ولا كذا. وطول عمره كان بالرغم إنه أشهر واحد في العالم إنه كان وحيد جدا، ودي حتى جملة موجودة في الفيلم البطل بيقولها يعني أحمد مالك شخصية أحمد مالك. طيب خلينا نلخص الموضوع، لأنه في جيل يعني بيسمع مايكل جاكسون بس مش مدرك ان كان في حاجه اسمها حمى مايكل جاكسون. لا 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 يعني توزا فيفر. لا الشريط ده لما نزل انت ما تعرفش مالكش لا الشريط ده لما نزل في 95 انا فاكر 95 والله العظيم، فاكر ان احنا كنا في العجمي كانت عربيه ولا عربيه يعني ممكن تسمعي الالبوم وانت واقفه في الشارع من كتر ما كل العربيات مشغلاه. انت كنت بتقلد مايكل جاكسون في البنطلون القصير وفي الشعر وكده وفي الراس كمان. طبعا انت كنت بترقص بريك دانس يا عم. لا مش بريك دانس، برقص مايكل بس. رأسة مايكل بقى. رأسة مايكل. وسحبة مايكل بقى وكل حاجة. المون ووك. كنت عامل مون ووك يا. والله. لا انا عملت كل حاجة وبعدين. بس مش باين عليك خالص. ما انا كنت مش كده بقى وانا صغير. وبعدين انا فاكر في مرة واحد صاحبي كان عيد ميلاده في البيت فغصت عندهم، فاول ما نزلت مامته جابته على جنب قالت له بقول لك ايه الولد ده ما تعرفوش تاني. عندها حق الست. الست لحد النهارده ما بتحبنيش والله العظيم، يعني هو لسه صاحبي تاريخ مش بقى لنا 20 سنه وهي ما بتحبنيش والله. من ساعه ما شافتني برقص مايكل كده وبتاع لا وقلق. بس الحمد لله دخلت جامعه بدات اسمع حاجات تانية وكده. بدات بقى رحت سكه تانية خالص. طيب نفس السؤال لاحمد مالك، ايه علاقتك مايكل جاكسون؟ ما مكتب انا من الجيل ده بقى. انت من الجيل اللي ما اعرفش حاجه عنه. مايكل جاكسون بس تعرفت عليه مع الشخصيه وكل اللي بيقوله عمرو دلوقتي حالا هو بالظبط او يعني بشكل او باخر هو الموجود في الفيلم. عامه كممثلا بيبقى في حاله الدراسه وانك تدرسي الموضوع وازاي ازاي الشخصيه دي تطورت لهذه الحاله. انا كان عندي ريفرنس يعني كل اللي بيحكوا لك عمرو ده بالملي هو اللي حصل في الفيلم. يعني في مشهد هو بيتكلم عنه بتاع الكاسيت واللي بيسمع منه عمرو الوكمان كان اسمه وكمان كان في اختراع كده بتاع كده 95 اصلا كل حاجه يقولها احمد اتضايقنا على فكره مش عايز افاجئك 95 اليوم ده عمرو جه هو متاكد ان عمرو كان في حاله نوستالجيا رهيبه يعني عشان جه كان بيشرح لي المشهد بالظبط المشهد ان انا بجيب الوكمان وبطلعه وبعدين قال لي بص في القاموس كان مش مكتوب في الورق قال لي روح بص في القاموس عشان تدور على الجمله فانا كان عندي ريفرنس عمرو يعني طب امال انت بقى جيلك يعني مين بالنسبه لك زي مايكل جاكسون يعني انت طلعت مين اللي هو الجامد جدا بتاعكم يعني والله احنا كل ثلاث ايام ثلاث دقات العب يلا اول امبارح كان احنا بنتنقل كده كل مفيش حد خلاص سريع وما كنتش مستغرب هو بيقول ان احنا كنا بنركب العجل من الهرم للعجوزه
يعني دي عدت عليك كده عادي يا احمد؟ لا معلش، جيلنا بيركب من دلوقتي من العجل للسخنه ومن العجل لاسوان. ايوه 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 اه فلا تمام يعني احنا برضو نعجبك. ماشي يا احمد، ماشي يا صاحبي. لا خد الموضوع شخصي. ايوه اه يا عرب الحزل جيلك يا اخي، الحزل جيلي شويه. عمرو سلامه بقى خلاك تتعلم المون ووك بقى بتاعت مايكل جاكسون؟ يعني احنا خدنا الموضوع جد قوي في التحضير انا وعمرو. بدنيه اضطرينا عشان الشخصيه ان احنا اخس 15. اوكي ضحوني ده بقى، ده اكسكلوسيف بقى، ده حصري اول مره يتعرض الكلام ده. ايوه بس بيتدرب باخلاص يعني، عارف تحس انه جدا، واصلا هو حابب الموضوع ودلوقتي بيتمرن رقص فعلا، بيتدرب رقص لوحده بعد الفيلم. ايه يعني كمل بقى في الليل. بتتدرب رقص ايه يا احمد؟ عجبني الموضوع قوي. حبيت الموضوع. بتتدرب ايه؟ لا لا مش شديد، انا طالب في مركز القاهره للرقص المعاصر. طالب مده كامله 3 سنين فعلا. انا عارف الموضوع يخد شويه. لا يعني مش يخد، بس هو يعني جديد. يعني رقص هو فن يعني طالب منتظم. كل يوم من الحد الخميس من 10 الصبح لحد 3 الظهر. وبتدربوا ايه في مركز القاهره للرقص المعاصر؟ ايه نوع الرقصات يعني؟ بندرب كل يعني بندرب بايوميكانكس، بيلاتي، باليه، هيب هوب. لا انا مش فاهم غير باليه. قول لي ايه البايو ميكانكس؟ تعرف البايو ميكانكس ده؟ طبعا. لا 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 بس ده تخصص هندسه بايو ميكانكس ده. واناتومي. ودي رقصه يعني البيولوجي بتاعت الميكانكس بتاعت البيولوجي بتاعت التشريح ازاي واناتومي، بندرس اناتومي برضو نظري تشريح وتاريخ رقص. وانت كنت طالب في المعهد ده؟ بعمل تيم. لا لسه داخل السنه دي وبدرس اعلام في الام اس اي. يعني ممتاز. لا مبهر جدا والله العظيم. ليه بتقولها وانت انت ما شفتش عمرو وهو بيقول لك مبهر؟ وشه كان معاه وشه يعني مش اي انبهار. لا انا قاعد سرحان جدا في اللي هو بيقوله. الجيل ده بتعيبني والله العظيم. ما تبقى not expected، ما تبقاش تتوقع. لا 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 انا بجد انا اكتر يعني قعدنا في الجونه في مهرجان الجونه السينمائي قعدنا حوالي 8 ايام. فانا طول ال8 ايام قاعد مع احمد ومع سلمى ابو ضيف ومع جميل عوض ومع طارق عماد ومع مي الغيتي هم بجد الجيل ده لما بقعد معاهم ببقى متفاجئ، لان انا بفتكر الجيل ده فعلا يعني انا وانا قد احمد مالك كان اهم سؤال عندي في حياتي انهي كافيه ما فيهوش مينيمم. فلما ده السؤال اللي بيبقى شغلك كل يوم. مش مينيمم تشارج. طيب هنرجع تاني للشيخ جاكسون، الفيلم اللي اتعرض في كتير من المهرجانات المحترمه، يعني خليني اقول كده، لانه في مهرجانات A وB وC وفي مهرجانات تحت بير السلم زي ما بيقولوا. لا هو اتعرض في مهرجانات محترمه، مجرد اختياره للعرض في هذه المهرجانات بيقول انه فيلم تجربه تنال تقدير الاخرين حتى ولو كانوا مش فاهمين التجربه الذاتيه بتاعت عمرو سلام. صح. ايه اكتر مهرجان انت سعيد او ليك ذكرى حلوه في عرض الفيلم فيه لحد دلوقتي؟ احنا 3 مهرجانات الفيلم هيخش، يعني اوريدي متفقين على كذا مهرجان بعد كده، بس اكتر طبعا ذكرى هي تورونتو، لان تورونتو من اهم 5 مهرجانات في العالم. تورونتو يوم عرض الفيلم اقسم بالله وانا بتفرج على الفيلم انا كان جنبي هاني اسامه منتج الفيلم، بقول له هاني هو انتوا دافعين للجمهور فلوس؟ اصل انا مش مصدق رد الفعل، يعني الناس بتسقف بشكل حراره رهيبه، كل الحتت اللي قصدنا بيها ان فيها كوميديا في الفيلم، الناس تضحك بشكل رهيب، وقت في الاخر في مشهد معين الناس كلها سامعين صوت العياط، وفي الاخر في اخر الفيلم خالص تسقيف رهيب احنا مش مصدقين. طبعا المصريين اللي كانوا موجودين في القاعه عملوا واجب معانا جامد، يعني عمل بلغوا جدا في رد الفعل، بس هو حتى الاجانب كنت ببص لا كان رد الفعل يعني ده العرض اللي كان في السينما اللي كان في مهرجان تورونتو بالظبط. ده لحظه لما لحظه الفيلم لما خلص وبجد واحنا خارجين انا كنت حاسس ان انا انجينا جولي، يعني واحنا خارجين والله بنركب العربيه انا واحمد الفيشاوي وكلنا
لا كميه الناس اللي كانت عايزه يعني واقفه بره والامن يعني عامل حاجز ما بيننا وبينهم حاجز وبتاع عربيات وعربيات قالوا سنه عام نسيت انت من النجوميه ترنتو ده عايز مول العرب ومول مصر وبتاع دلوقتي احنا في تورنتو عرب طبعا دول رجعوا احنا فادين فضحوك فضحوك لا طبعا هم المشكله ان هم رجعوا من هناك هم كلهم بيقول لك احنا خلاص فنانين عالميين بقى يعني العمل معانا بقى عالميين يعني فخلاص مش عارف اكلمهم بس وفنان عالمي بالظبط اتنفخوا عليك يا عمرو بعد ما رجعوا من تورنتو لا لا هم مؤدبين فهم كانوا لا الحمد لله الحمد لله الوضع الفعلي كان في تورنتو هايل وتورنتو مهرجان ودي حاجه نفسي اشوفها في مصر ونفسي اشوفها في العالم العربي تورنتو مش من احلى الحاجات فيه انه مش مهرجان بتاع نقاد قاعدين حاطين النضاره وقاعدين يكتبوا ملاحظاتهم جمهور المهرجان ده مهرجان جمهور يعني مهرجان انت الناس بتحب السينما واقفه في طابور لمده ساعه عشان ياخدوا تذكره وناس عاديه مش ناس مثقفين او كذا فهو تورنتو مدينه بالذات المهرجان السينما فيها هو اهم حدث سينمائي اهم حدث عامه بيحصل في السنه ثقافي فهو حتى اهم حدث حتى غير ثقافي تورنتو مشهوره اصلا عشان مهرجان تورنتو خلينا نشوف بعض من كواليس فيلم شيخ جاكسون اللي بتتعرض لاول مره على التلفزيون يلا يلا نصور حاضر يلا اخر شوت في الفيلم الاسطوره جاهز شوت كان واقع من الفيلم يا جماعه وبنصوره تاني جاهز يلا جاهز استاذ احمد ايوه يا ريس يلا نصور يلا ندور هنا بالظبط حاضر يلا الاسطوره جاهزه الرحمن الرحيم بص جاهز يا اسطوره جاهز يا ريس انت جايب كام في السينما دلوقتي مش فاكر اعلى ايراد ده اكيد اعلى ايراد العادي لا مش العادي خالص ممكن نهدى يا جماعه ورا الناس بتراجع بعد اذنكم صوت ورا استنى قبل ما يجي يا جماعه احنا عملنا فيلم غريب قوي وتعبنا فيه جدا والناس كلها مشيت وانا مش عارف اقول فركش لحد ولا اقول لكم هقول لكم انتوا بقى وخلاص فركش شبابيك يلا بقى عشان الفيلم السعيد الميكنج ده عايز شرح تفصيلي من اول البتاع اللي كان مركبها احمد مالك لحد الممثله اللي بتقوم الاول اشرح لي ده لحد ما نشوف بطله الفيلم بقى ده ايه بيعمل ايه ده احنا بنعيد تصوير اغنيه ثبتها لي دي حته من يعني ممكن اخد فريز في حته تانية على ايوه بالبطيء ده بيدلعك سلو موشن ده في اغنيه لمايكل جاكسون احنا في زي رؤيه كده بيشوفها البطل بيشوف نفسه جوه كل الفيديو كليبات يعني الميوزك فيديوز بتاعت مايكل جاكسون فبنعيد تصويرها بس باحداث الفيلم فدي كانت اغنيه مشهوره مايكل جاكسون اسمها ليف مي الون فمالك عامل كانه مايكل جاكسون في الاغنيه ومفروض الخلفيه الخضراء دي كلها تتحول لجرافيكس فطبعا انا كنا الموضوع كان معقد قوي واحنا بنصور لان احنا بنصور حاجه معقده جدا وكلها مبنيه على الجرافيكس وكذا
البتاع دي كنت عارف تقعد فيها باين عشان عليها ابويا ابويا وتوسخت بس داخله في راسي عزبوني. طيب اخر بقى الميكنج ده في يوم الفركش ده فيديو حلو قوي كمان. يوم الفركش ده يا نهار اسود، ده احنا عاطفي جدا. يوم بجد مؤثر جدا وحياة ربنا. انا بجد اليوم ده ما كنتش عايز اقول فركش وايه قاعد اطول في كل حاجه، طب ناخد مشهد زياده، طب ناخد شوط زياده، وما كناش عايزين نخلص. وبجد كنا انا اعتقد ان اللوكيشن ده كان اسعد لوكيشن انا دخلته في حياتي وكان يعني. سهل جدا. كان في كده نعومه في الموضوع، كان في منتهى السهوله ومفيش تعقيدات. يعني عمرو مثلا كنا قاعدين عادي خالص، يخش الاوضه كنا قاعد محضر المشهد، عمرو يخش الاوضه يقعد على الكنبه ينام نصايه مثلا عشان هما بيحضروا يعني، نقوم تاني ونخش. وبعدين مفيش الاداء الهيراكليسي اللي هو الهرمي الهرمي بتاع مش عارف ده مين وده مين وده مين وده مين، لا كان الموضوع متناسق جدا جوه بعضه وماشيه بتناغم كده. دي شخصيه المخرج، في مخرج ممكن يبقى اللوكيشن بتاعه متوتر جدا، وفي لوكيشن يبقى الناس كلها حابه بعض. يعني حاجه كنت بقولها دايما على 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 عمرو سلامه، عشان مش هو قاعد جنبي بس، عمرو من اكتر المخرجين اللي تعرفي تاخدي مني المعلومه تماما، فانت كممثله تكوني مستريحه جدا في تلقي المعلومه، فبيشيل على عليكي حمل كبير قوي 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 المفروض بنعمله، ومش بتلاقي ده في مخرجين عامه. يعني المخرج مش بيركز مع الممثل بالقدر ده. يعني قعدنا مع عمرو اشتغلنا على الشخصيه، اول قعده تناقشنا اصلا في حياتي انا وايه علاقتها بالسكريبت، تاني قعده جاب لي دراسه سيكولوجيه عن الانسان ومراحل تطور الانسان عامه وتناقشنا فيها، تالت قاعده مسكنا مشهد اتكلمنا فيه. فعمر المخرجين السهلين جدا في التعامل مع الممثل وفي اللوكيشن برضه. عنده حاجه دايما يديها. أيوة. يعني والله احنا كنا اسره واحده وبنحب بعض جدا. ايوه بس انت كل اللي بيشتغل معاك بيحبك، كل اللي بيشتغل معاك والله. بس اللوكيشن فعلا اللوكيشنات ما فيهاش اي توتر، الموضوع كان متناغم جدا وكان سهل جدا. هو مخرج موهوب وطيع، واكبر دليل على انه مخرج طيع هو انه لما جه يسند لوالدته دور في الفيلم ما عرفش يشرح لها اكتر، يعني ما عرفش يشرح لها ازاي الدور من كتر ما هو بيحترمها وبيحبها، وخلى غالبا ماجد الكدواني هو اللي يشرح لها الدور. لا لا ده المشهد بص واقف ازاي، هو واقف جنب ماما. لا الشوط ده لازم اعرفك ايه اللي بيحصل، هي ماما بتقول له استاذ ماجد الكدواني المشهد المفروض يتمثل ازاي، وهو لا لا وهو من كتر ما هو انسان مهذب، من كتر ما هو ماجد الكدواني من اطيب واكتر الناس المهذبه في مصر. لا لا ده حقيقي، فهو لا فعلا يعني مش يعني ملاك يعني، فهو يعني بيقولها طبعا يا فندم وكذا وكذا، ويقولها عندك حق وبتاع. فانا قاعد اضحك لان انا مش عارف اقول لماما ايه، يا ماما ما ينفعش تعملي كده، ده ماجد الكدواني ده غول التمثيل في مصر، وهي بتقول لي يا استاذ ماجد هي هتتعمل كده مش كده. والدة عمرو سلامة قابلتها مرة في حلقة من الحلقات، هيلة، شخصية هيلة وجميلة ومحظوظ بالوالدة. وحضرت معاك المهرجان بقى، كانت ماي ديت في الأوبنينج، يعني في الأوبنينج كده كانت كانت نجمتك. كانت نجمتي كده، كانت دخلنا مع بعض السجادة الحمراء، وأنا كل شوية أحط ماما معايا في مواقف أتوقع إنها تبدأ تخاف، ما بتخافش خالص. يعني أول ما نزلنا على طول لقينا مدام بوسي شلبي جاية بتكلم ماما وبتعمل معاها لقاء صحفي قدام الكاميرا، وماما بتتكلم عادي جدا جدا ومش مخضوضة، انا مخضوض ان انا عبيت كاربت وماما مش مخضوض. بس انا شايفة لها لفتة جميلة انه على الريد كاربت انت تكون مامتك هي اللي انت مأنججها وماشي معها على الريد كاربت. لا بهرك طبعا. المهم عجبها شيخ جاكسون جدا. لا وهي اصلا لما حد بينقد الفيلم مثلا كناقد او في التلفزيون او حاجة كلمني انا عايز ارد عليه، لو سمحت سيبني ارد عليه، وانا هي على طول محامية ليا كده. وطبعا قرد في عينهم غزال، فهي من الناس اللي يعني هي بتدافع عن الفيلم احسن مني. لا هي شخصية منفتحة ومتكلمة وبسلم عليها سلام كبير. دلوقتي احمد مالك، وده الجزء الاخير في الفقره دي، مع فيلم ناجح، وقبلها كانت حمله ناجحه ومحترمه جدا، واحنا بنتكلم عن حمله حلم. احمد مالك بقى كانوا المعجبات بيطردوكوا في كل مكان صح؟ في تورونتو وفي الجونه كنا مش عارفين نحلق بصراحه، مش عارفين نحلق. بس في اجابه واحده لازم تطلع من احمد مالك. ما مش دعوه احمد مالك حاجه، انا مش دعوه. لا هو في سؤال بناء على طلب الجماهير او الجمهورات. الجماهير عايزه تعرف السؤال ده، بيتسال من كل حته، انت مرتبط ولا مش مرتبط؟ لا مش مرتبط.
والله بقف على ايه بقول لكم مش مرتبط بس نفسه يرتبط في ده كل يوم رقم يا سيدي مع طالبات المدارس والجامعات وما بعد الجامعات ماري يقولك ايه ده هو ده هو مرتبط بجميله عوض واحد تاني يقولك لا ده 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 بنت في جام في ام اس اي ده يعني كل يوم كده الناس تقول حاجات ماليش دعوه انا يعني ما يعني انا على قد ما اقدر بحاول يعني اهيئ نفسي ان انا فنان وممثل الحاجه الثانيه اللي بتيجي مع ده انا بحاول اتعامل معاها ان انا ما انصخش ولا ده فده جميل وكل حاجه وبحترمه وده الحمد لله يعني نجاح بس انا بالنسبه لي النجاح الحقيقي او الاقوى ان انا اقدم واكون صادق اكتر في في مهنتي او في اللي انا بعمله بس يعني المعجبات معجبات في خدمه المعجبات انما ما فيش اي شغل بيجي ما فيش يعني. واحده خاطفه قلبك يا بلاش بقى نتكلم في الحاجات دي عايز اقول لك انا خليني اشك في كل اللي فات طب انت فهمت ايه يا عمرو من الكلمتين اللي هو قاله مش فهمت انه اللي هو يا ايه اسمها ايه يا عمرو ابوك مش عارف الحب ولا طلش ايه اسمها ايه يا عيني على الحب ولا طلش حاجه يعني اعتقد يعني من كلامه انا ما اعرفش قصه يعني خالص احمد ماجد لك بيحب واحده بس هي بس مش كده على فكره انا بحلل والله ما عندي معلومه لا انا ما عنديش معلومه برضه بس احمد على فكره بجد يعني رومانسي جدا والله بجد انا بس والله بجد لا 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 يعني مشاعره يعني انا قصدي انا وانا بشتغل معاه يعني بس كل يوم يطقنا زياده يا اول مره اشوف وشه محمر من ساعه ما عرفته بس فهمنا فهمنا بيعيش حاله حب من طرف واحد خلاص لا مش حقيقي لا مش ابننا اللي يحصل له طيب على العموم يعني حياته الخاصة ملاش علاقة بس أنا جات لي معلومة مؤكدة إنه مبارح هو كان في ميعاد غرامي مع واحدة بس هي أكبر منه في السن صح بكتير وأرملة والله بجد أرملة كده صح وأخلاقها يعني مش مظبوطة تماما والله أنا تفاجأت وبعدين في حتة ما يعني هو أنا مش عارف كان إيه جاب السيرة أو جاب السيرة عمرو يعني ما إحنا علاقتنا أحمد مالك على علاقة حب بأبلة فهيتة امبارح كان بيصور معاها خليني أراجع مع حضراتكم التسلسل اللي بدأنا بيه الفقرة دي إحنا ابتدينا الفقرة دي من حملة محترمة اتعملت بالفيديو اتنشرت على الإنترنت تم تداولها أكتر من 4 مليون مرة ما بين الناس حسيت إنه اللايك اللي هتعمله أو الشير هيفيد في هدف حقيقي محترم بعد كده كلمنا وكملنا كلام عن فيلم من أهم الأفلام اللي اتعرضت السنة دي فيلم الشيخ جاكسون اللي من إخراج المخرج الشهير عمرو سلامة ومن بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين منهم النجم الشاب أحمد مالك بشكركم شكر جزيل وسعيدة بوجودكم وبشكركم على الفيلم وكمان بشكر الحملة الرائعة اللي معاكم عمرو سلامة وأحمد مالك ساعة ما أعلننا عن صفحتنا عن موهبة غنائية مختلفة ومتميزة والحقيقة الأسئلة ما بطلتش تطرح هو مين ده؟ هو جنسيته إيه؟ هو ليه ما نعرفش عنه حاجة؟ الحقيقة هو لسه شاب يعني في العشرينات من عمره بس صوته صوت كبير بدأ صوته بالغنى الغربي اللي له علاقة بعمالقة أو فطاحل الغنى الغربي في العالم الأصوات اللي أثرت الناس كلها حول العالم إنما بعد كده وبعد انطلاقته الغربية ابتدى يغني أغاني شرقي سمعته واحدة من أكبر شركات الصوتيات والتكنولوجيا بشكل عام في العالم شركة سوني مسكت فيه مع إن ما كانش له ولا أغنية باسمه كلها مجرد إعادة غناء راقي لأغاني معروفة ومضت معاه عقد الحقيقة إنه صوته صوت مختلف صوت صحيح إنه هو
من الأرض العربية، إنما يصلح وبقوة أن يكون صوت عالمي. معنا في الاستوديو ومن القاهرة بيغني وبيقول وبيشرح عن موهبة وعن خلفية وعن مستقبل كبير في انتظاره، مع المطرب الفلسطيني الشاب عمر كمال. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you sway, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When you sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When you sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. كمال، سوي وذ مي، انت سرقتنا من اول لحظه. تسلمي. والله انا سعيد اني موجود هون اول مره في مصر. احنا الاسعد يا عمر. عمر كمال في عالم السوشيال ميديا بيسموه سيناترا الشرق، نسبه بقى لفرانك سيناترا العظيم ده. ايه حكايتك يا عمر؟ الحدوته من الاول انه انا فعليا ربيت في فلسطين في نابلس، فكانت بدايتي يعني في وسط عربي، زي عربي قح يعني، عربي قح. فبدايتي كانت في الموسيقى هي تعلم الألحان أو الألحان اللي كنت أسمعها في المحيط تبعي، يعني كنت أحاول أعزفها على البيانو اللي كان موجود في البيت، فكان في عنا جو موسيقي شوي في البيت. وكانت دائما ألحان. أيوة، يعني مبدئيا انت مش ربيب المدارس الأجنبية اللي لا لا. اللي أهله بيتكلموا انجليزي طول الوقت، انت لا لا أكيد لا لا. عربي عربي زينا كده عادي.
بالضبط. خلينا نوضح. طبعا اكيد. فكملت في الموسيقى بهالشكل من البداية. كانت كثير يعني خلينا نقول بطريقة يعني كمبتدئ بس بحب يعزف الألحان اللي بيسمعها. وزي ما حكيت كانت البداية شوي غربية لأنه والدتي كانت تغني أغاني فيروز, وطبيعة ألحان فيروز شوي فيها غربية. وأنا طبعا بلشت في البيانو كمان بالموسيقى الكلاسيكية, فكانت هاي هي يعني السبب. أنت فلسطيني تربيت في نابلس طول عمرك. صحيح. ويعني وهناك الغربي ده له علاقه بالسمع مش بال في البدايه بس. زي ما كنت اقول دخولي في الموسيقى الكلاسيكيه هو ممكن اللي حدد هالوجهه من وقت مبكر بالنسبه لي. طيب اشمعنى فرانك سيناترا يا عمر؟ فرانك سيناترا ده ظاهره يعني في العشرينات والثلاثينات والاربعينات بقى قبل ما اهالينا حتى يتولدوا كان مكسر الدنيا وأغانيه خالدة لحد دلوقتي, بس اشمعنى أنت حبيت فرانك سيناترا؟ فرانك سيناترا هلا عشان أكمل لك بالحدوتة, يعني أنا كملت في البيانو وبعديها صرت بدي أعزف. كان في عنا فرقة في نابلس, فرقة موسيقية بس شرقية, والطريقة الوحيدة اللي كنت ممكن أدخلها هي عزف آلة الكمان, لأنه آلة البيانو كان ما في لها شاغر. فأنا فعلياً أخذت آلة الكمان عشان بس أدخل بهالفرقة. شوي شوي معها بنفس الوقت يعني موضوع الغناء استحلالي زي ما بقولوا بسبب فرانك سيناترا, ومش بس طبعاً فرانك سيناترا, بس كان فرانك سيناترا له هالجذب أو هالكاريزما يعني, والنوع الموسيقي نفسه اللي خلاني أحب الغناء أو أتجه للغناء. أقل يعني موسيقى أكثر غناء. اللي أنا فهمته أن أنت بعد الثانوي سافرت لإنجلترا عشان تدرس الهندسة. الهندسة إجت من, إذا بدنا نحكيها هيك بالصريح يعني. بالصريح طبعا. إجت من رغبة عائلتي ممكن أني أتجه أو أخذ شهادة في شيء زي الهندسة أو الطب أو خلافه. فاتجهت لبريطانيا وبلشت في شهادة الهندسة. بنفس الوقت كنت عارف طبعا أنا جواي بدي أكمل في الموسيقى, وحلفني الحظ طبعا بآخر سنة, هي سنة الماجستير اللي جتني شركة سوني ميوزك ميدل إيست من دبي, وبلشنا الحديث عن ألبوم وعن عقد تسجيل وكل هالكلام. هتغني لنا ايه بالعربي يا عمر؟ انه الودن العربيه والغربيه تقدر تستذيقه حتى ما كانتش فاهمه الكلمات. هلا في من الاغاني اللي عملناها احنا ودائما بنأديها على المسرح هي موسيقى بالاساس لموزارت. وهي غنتها طبعا السيده فيروز بعنوان يا انا يا انا يا انا انا وياك. طبعا احنا اخذنا هاي الاغنيه وبرضه عملنا عليها بصمتنا الخاصه. فهاي هي ممكن بتعبر كمان شوي عن المشروع تبعنا. احنا عندنا نموذجين, نموذج الرحبنة الاخوان الرحباني اللي اخذوا موسيقى كاملة غربية ووضعوا عليها كلمات عربية وخلوا ست فيروز تغنيها. صحيح. اجمل ما يكون. وفي ناس مش عارفة ان هي اصلا متاخدة بالمزورة يعني زي موتسرت يا انا وياك. عبد الوهاب كان عنده ميزة الاطلاع, كان بياخد جمل موسيقية من موسيقى عالمية وبعد كده يفصل عليها توب شرقي. يعني هي مدرستين, إنما في النهاية المنتج بتاعهم رائع وراقي. هتغني لنا فيروز يا أنا وياك.
يا أنا يا أنا أنا وياك سرنا القصص الغالي يا أنا يا أنا أنا وياك وانسرقت مكاتي عرفوا إنك حبيبي عرفوا إنك حبيبي يا أنا يا أنا هرب الصيف هربت عن إيد الزين وإذا ضيعني الهوى شي صيف بقلبك بتلاقيني خبيني ولا تخبيني خبيني ولا تخبيني لياليك بعيني شبابي مضوي سفرني حبيبي سفرني بلياليك وانا اقول لا تنسى يا على طول لا تنسى وعيونك تاخدني وتوعدني بلياليك تركوا تركوا سهر البال والعاشق لم جنا تركوا أسميهن عالباب على كتب الدمع وراح نسيوا بعضن وارتاحوا نسيوا بعضن وارتاحوا يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا هلا بدنا نعملكم الفكرة تبعتنا وهو كل طبعا المبدأ هاد انه كيف الموسيقى ممكن تعبر بكل سهولة عبر القارات باللغة العربية والإنجليزية وحتى بالموسيقى You and me will always be together and never will be apart Love me, make my life complete Look, you'll find me in your heart All my life I've waited for One to thrill me, love me more All my dreams I give to you Why don't you spread your wings and fly with me? I will make our dreams come true for you And you only have got what I need Dance and song will fill our life Be my darling friend and wife استنى 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 استنى
استنى استنى، انت عملت ايه دلوقتي؟ احنا عملنا يا انا يا انا بطريقه ست فيروز كلاسيك ومزيكه موتسارت زي ما الكتاب بيقول. بالظبط. بعدين اخذناها للسوينج. يعني انا ممكن انت تقولي اخذناها بطريقه فرانك سيناترا، بس انا بحب اقول اخذناها بطريقه انت دخلت حكيتين في بعض، انا ما فهمتش ده. والليركس الكلمات دي ايه بقى؟ هاي كتبتها انا. لا من الاول. استنى استنى، ست فيروز ما اعرفش بقى في الستينات ولا في السبعينات عملتها، اخذوها بعنوان يا انا يا انا انا وياك. طبعا عدلوا عليها. عملوها في مقطع كمان عربي اضافوا، طبعا ما باخذوا الاغنيه زي ما هي زي ما هي، بكون في تصرف طبعا. طيب جيت انت بقى دلوقتي رحت لعبت في اللحن، لعبت في التوزيع بتاعه، في طريقه عزف، غيرنا ايقاع التوزيع اللي هو السوينج. سوينج ايوه. تي رابا رابا رابا. كمل 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 شرح. قول قول قول. لا 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 كمل يا عمر كمل والله بفهم. بس راح نستعمل شوية البيانيست بس عشان يساعدنا روس. He's just trying to explain what modification you did to the whole to the piece. So we start with, if you want to show us the original symphony, yeah. Tirara tarara tarara ra tirara tarara tararira tirara 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 ta tirara tarara tarara pira para para pa pira tira para pa la 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 la. وهذا كل مبدأ. I like it. I like it. ومألفت كلمات وحطيتها عليها. بالظبط. الكلمات بتقول ايه بس قولها لي كده. هي كلمات طبعا اغنية حب ستاندرد يعني. بتقول You and me will always be together and never will be apart. انا وانت نفضل وعدنا مش هنتفرق خالص يعني. كلام الحب الحمضان ده بعد الفاصل. Running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. That it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning wheel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Windmills of your mind. عمر كمال، انت بقى ايه الطواحين والدوائر اللي شغاله في دماغك؟ هذه بلاش ندخل فيها طواحين. انا متأكد انها كتير جدا. لا متأكدة انها كتير جدا. طبعا طبعا. اقول لك تخيلاتي. قولي. فلسطيني بيقتحم المجال العالمي، يمكن يكون في خايف من حاجات كتيرة سياسية في الدنيا دي،
خايف من ندخل في جدالات كتيرة جدا في محافل عالمية. مهندس متفوق وعيلته كانت حابة جدا يطلع مهندس، وهو قرر انه يرمي الشهادة ويبقى مطرب. دي اكيد طحونة تانية. صحيح. طحونة تالتة، واحد زيك هيتجوز مين، من أي جنسية، وازاي امي هتوافق عليها ولا لا. يعني اكيد عندك دوائر كتيرة شركنا في بعض الطواحين. شركنا في بعض الطواحين يعني. طبعا بس هي السر ان الواحد يخلي الطواحين هاي شوي هادية، مش عطول شغالة طبعا، لانه لازم دائما يركز على هدفه بالحياة او شو هو بده من هال من طريقه. فبالنسبة لي انا طبعا طواحين العقل دائما شغالة، بس بحاول اركز على طحونة واحدة. شفت مقابلة ليك مع البي بي سي، وكانت المقدمة برضو لها علاقة بالجزء السياسي، وكانوا بيقولوا كتير من الأخبار اللي بتجيلنا من فلسطين بتبقى صحيح. أخبار إما إن هي مأساوية أو دموية أو ما إلى ذلك. لأول مرة بيجيلنا شيء منعش أو حاجة كده. قادر أشوف إن أنت ممكن تبقى قلقان من الجزئية دي يا عمر. ممكن أكون قلقان، لأنه بعتبر انه هذه مش في وقت من الاوقات، خاصه في البدايه بالنسبه لي، هذا مش موضوع يجب التحدث فيه بشكل مباشر، ولكن هي رساله مفهومه بالمضمون. يعني ما في حاجه انه الواحد دائما يكون حامل الراي عشان يوصل الرساله، وطبعا بالعكس في عليك مسؤولية أكبر أنك في المجال اللي بتعمله تحاول تتفوق قد ما بتقدر عشان توصل هالرسالة، لأنه من غير هيك دغري بتهبط أو بيهبطوك يعني أو بنزلوك. فيعني لازم الواحد، هذا جزء من المسؤولية، أنه واحد يركز ب يعني زي ما حكينا السياسيين مثلا لهم وظيفتهم في السياسة، أي حدا في عمله في له وظيفته الخاصة اللي بتخليه تعطيه هالسبب لأنه يضله يناضل ويمشي بالطريق تبعته. النجاح والتأثير هو أفضل سفير لأي مكان أو لأي قضية أو لأي هدف، خلينا نقولها بإيجاز يعني. بس أنت بتغني موطني حلو جدا، يعني أغنية موطني أداءك لها بيخلي الناس حتى الغير فلسطينيين يحبوا الأغنية قوي، يسمعوها بشكل مختلف. صحيح. يسمعوها كمان مش بشكل وطني فقط، إنما بشكل فني. أنت بتحكي بشكل فني، الشباب اللي دائما معي بيعزفوا موطني بالنسبة لهم، كمان لأنه بيشوفوا دائما رد فعل من الجمهور، فبالنسبة لهم موطني هي من الهيت تبعت كل الحفل تبعهم بالضبط. وكلهم معنهم اجانب قادرين يشوفوا القيمه الفنيه تبعتها كمان. يا ريت نسمع موطني باداء عمر كمان. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني
الأجسام واليرى علا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هنا في علا قاهرا عيدا قاهرا عيدا موطني موطني الأغنية جميلة وإبراهيم توقان جميل وأدائك جميل يا عمر. تسلمي شكرا. وعارف كده إيه أغنية يتقلب المواجع زي ما بيقولوا. طبعا طبعا أغنية لها تاريخ كبير وطني وزي ما أحب أقول أنا دائما هي أغنية سلام وطني عربي مش فلسطيني بس يعني بس عمر وعدنا سألناه يعني مش عايز أقول بشكل طفولي بس قلنا له هتغني لنا إيه مصري النهاردة حيان هو عمل لنا حاجة ما كانتش تخطر على بال عمر عمل ميدلي من عدد من الأغاني الكلاسيكية المصرية القديمة وكلمة كلاسيكية مش هتوصف قد إيه هي اختيارات راقية سواء كانت لعبد الحليم حافظ أو لأم كلثوم أو عبد الوهاب اختيارات راقية جدا أنا ما سمعتش الميدلي الناس سمعوا في البروفا وقالوا لي حاجة مميزة جدا أنا عندي شغف كبير جدا أن أسمع الميدلي المصري اللي عملوه لنا عمر كمال وبالذات أنه هيؤديه غناء وعزفا على البيانو عايزين نشرح شوي كمان اشرح براحتك بس يزبطولنا خلينا نبلش بموسيقى الجندول لعبد الوهاب الجندول أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال يا حلم مقدمة فكروني لأم كلثوم بألحان عبد الوهاب في هاي الأغنية بشكل خاص عبد الوهاب قام بإدخال موسيقى الجاز حتى في مقدمة أغنية شرقية في الصميم يعني فخلينا نشوف Thank you.
I'm gonna state it clearly. I will love you sincerely and dearly. You're mine, dear. No one will take your place, not with that pretty face. My darling, darling, you're my baby. Let me see you move into the screw. أولاً لما عملت الكومبو ده قعدت أتخيل يعني إزاي غني عبد الوهاب كده، يعني قد إيه هي متنوعة كده وقد إيه هي واسعة، بمعنى إنه طبها كبير قوي، يعني أكبر من حتى المساحة اللي إحنا حافظين فيها الأغاني طبعاً. الحاجة التانية لما ابتديت تعمل مقدمة الموسيقية اللي فكروني، عمري ما جه في دماغي إنه دي جاز، يعني عمري ما جه في دماغي إن الست وهي واقفه ان المزيكا دي تنفع جاز. والبدايه اللي فكروني يعني المثير للاهتمام في الموضوع، انه اول ما بتغني الست ام كلثوم بتغني في التون الشرقي. طبعا، يعني زي ما بيقولوا الشق الثاني من الـ من الـ من الطاوله، الضفه الاخرى من النهر. بالضبط، الطرف الاخرى. عبد الوهاب كان حاطط السولو اللي انت عملته بالترامبت، كان جيتار. بالجيتار، كان بالضبط. جيتار صح؟ صحيح. كان عمر خرشد؟ ما تفتكرش. بعتقد انت بدل الجيتار عملته ترامبت. بالضبط. طيب. وهي طبعا بس بالاساس كانت سوينج، يعني لما عبد الوهاب يعني ما غيرنا فيها شيء. طب ما تشرح لي كده، يعني اعطيناها طابع. يعني وريني كده عبد الوهاب كان عاملها ازاي وانت عملتها ازاي. عبد الوهاب كان عاملها بطريقه زي ما حكينا، يعني بس هون هي بالفعل تركيبة اللحن طبيعي سوينج، يعني احنا ما غيرنا كتير بس عززنا الفيل خلينا نحكي الالحان هاي بطريقه السوينج اللي هي صارت فيعني صار عندنا توضيح اكثر. بس هي انا جالي احساس الجاز، يعني عبد الوهاب كان بالاساس عارف بالضبط شو عم بيعمل بموضوع الجاز. وكيف بالاخير لما بلشت اغنيه فكروني كلموني تاني عنك، ربع تيون شرقي مختلف تماما، بس البدايه جاز وسوين. ختمت بقى بس بدل ما تجيب في كليوباترا، كليوباترا اي حلم من لياليك الحساني، انت قفلت عملت القفله. بالضبط. لو شاركتني
أفرح قلبي كيلوباترا يحل من لياليك الحساني. فهي هاي اللازمة تبعتها والنهاية. طيب بص يا عمر، انت ده كان الشرح ده كان الجزء الشرح التوضيحي. ممكن تعمل بقى الميدي ده كله على بعضه من غير ما نقطعك، اعمله بقى كله كده ورا بعض. نعطيها كمان يلا. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي يا حلم الخيالي. Sincerely and dearly, you're mine, dear. No one will take your place, not with that pretty face. My darling, darling, you're my baby. Let me see you moving to the screen. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا. من أول يوم راح مني النور.
على طول خليك ليا خد عين مني وطل عليا وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح مني النوم أفرح قلبي. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so exciting, something in your smile was so inviting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. ست فيروز الشهر اللي فات او اللي قبليه نزلت ألبوم جديد وكانت جايبه شويه ألحان منها أغنية لفرانك سيناترا وحطت عليها اغاني عربي. صحيح. صح. هي الأغنية ما بعرف إذا في أغنية تانية عم تحكي عنها، بس الأغنية اللي أنا كنت كتير سعيد إنه الشخص اللي غنى هاي الأغنية هي فيروز، هي أغنية My Way. My Way. بالعربي، لأنها لم تغنت بكتير لغات بكل أنحاء العالم. إذا فعلاً أنا فكرة إنجليزي بس My Way. لا My Way تغنت طبعاً بالفرنسي وبالإسباني وبالتلياني وما بعرف شو في كمان لغات، بس تغنت من أكثر الأغاني اللي تغنت بلغات تانية إلا بالعربي. فكان مناسب إنه ست فيروز وأخيراً تعمل هو الألبوم اللي نزل للسيدة فيروز كان جدلي جدا، في ناس زعلت قوي او ناس كتيرة زعلت جدا ان هي بتغني اغاني، يعني الكريتيكس او النقد اللي اتكتب، في ناس قالت يعني هي اكبر مني يبقى كلها او معظمها اغاني موجودة فيها وجهة نظر طبعا. وناس قعدت تقول طب وهي ليه ما استعرضتش بزياد رحباني، يعني حدوتة تانية، بس كان في جدل كبير في استقبال الألبوم الأخير للسيدة فيروز. هتغني لنا بقى ماي واي بالعربي ولا بالإنجليزي؟ بالعربي الكلمات ما راح تساعدني، يعني لو عندي الكلمات ممكن والله، بس مش حافظ الكلمات للأسف، مع أنه عملناها في بيروت من الشهر الماضي بالعربي، بس كانت عندي الكلمات طبعا.
يعني احنا لو جبنا لك الكلمات ممكن نجيب لك الليركس دلوقتي، ممكن تغنيها لنا بالانجليزي على ما نجيب لك، ممكن تطبعوا له الكلمات بسرعه بسرعه 30 ثانيه يعني هتجي لك الكلمات يا عمر، سمعها لنا بالانجلش على ما تيجي بالعربي. ماي واي ماي واي And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I have lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I guess you knew, when I bit off more than I could chew. And through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. It was my way. احنا قالوا لي الليركس جاهزه، خليه يدخلها على طول. لا هو اللي هيغني مش انا. اوكي ميرسي. طيب ممكن بس اول جزء يعني مش لازم كلها. يلا احنا جبنا لعمر الكلام بالعربي اللي غنته السيده فيروز على اغنيه ماي واي او موسيقى ماي واي فرانك سيناترا. This is a surprise. دي مفاجاه ليكو. فانتاستيك. ايوه هي مفاجاه. زمانهم عمالين يضربوا اخماس في اسداس يا عمر، مش فاهمين هم هيعملوا ايه دلوقتي. حكاياتي كتير صارت بعيدي، قديش فرحت وحزنت، والنهايات مش دايما سعيدي. صحيح اني ما حكيت كل يلي قلته كان بالغنية، الكلام شو الكلام، هيدي حياتي. سافرت برمت كتير، أغاني غنيت بكل المسارح. صحيح من الآخر خليت وصدى صوتي ساكن المطار،
الطارع جوه الناس صارت محيي ذكرى وحنين كأنه مبارح في حب الناس اللي كانوا هوا لون حياتي مرات كتير خفت وبكيت ما درت فلا لا هيك بقيت قصص بتروح وما بتنعاد قصص واخبار شو كانوا كتار ملوا حياتي هيدي حياتي I love it. طيب عمر كمال اختار طريق مش ناس كتيرة بتختاره يمكن لأنه الأصعب يمكن لأنه بيدخل في عالم مجهول اكتر يعني اللي بيختار يغني الخواجة اللي بيغني اجنبي هو بيغني في منطقته العربي اللي بيغني صحيح. بلدي بيغني في منطقته انت حاجة ما بين الاثنين بالضبط بالتأكيد هي حاجة شاقة وصعبة هي طبعا هي التحدي الاكبر لانه مش ممكن في البدايات دائما الفكرة مش مفهومة لانها لا هون ولا هون بس هي الهدف انها تطلع بشيء جديد قد يكون يجمع بين التنين بس له هويته الخاصه ومحتاج مش عايز اقول جيل بس عايز اقول محتاج سميعه بيقدروا الموسيقى للموسيقى ومدركين انه النغمات ملهاش جنسيه ومتأكدين إنه المزج ممكن يبقى شيء جميل ويعيد اكتشاف نوتات جديدة يعني جمهورك مش بس أصغر سنا إنما كمان الذائقة أو الذوق بتاعه منفتح ما عندوش إشكالية إنه كل حاجة تبقى في القالب بتاعها لا ممكن يدخل القوالب مع بعضها ويستمتع بيها صحيح بس أنا بعتبر إنها مسؤوليتي أكتر اللي أقرب الصورة للجمهور مش مسؤوليتهم يكونوا عندهم انفتاح هنا بيخلي التحدي الأكبر يعني هي علي علي الشغل وعليهم توصلهم الفكرة لما تكون مكتملة طيب قبل ما نسمع أغنيتك الأخيرة النهاردة عايز أسألك هتعمل حفلات في القاهرة قريب؟ إن شاء الله احنا منرتب قاعدين إن شاء الله السنة الجاي وبدنا نعمل إن شاء الله نعمل أكتر من مكان زي تور يعني في مصر حلو حلو مبقاش القاهرة بس يبقى اسكندرية يبقى البحيرة يبقى الأقصر يعني صحيح يعني أي مكان في بهالمرحلة زي ما أنت تفضلتي في استيعاب للمشروع هذا في شكله الحالي ممكن نعمل حفل ننقل فيه التجربة عمر هتسمعنا ايه في ختام اللقاء ده كنا محضرين لكم اغنيه ولو انها عم تتحدث عن مدينه تانية عن بيروت بس هي اغنيه قريبه على قلبي لانه والدتي كانت تغنيها انا وصغير هي اغنيه لبيروت للست فيروز لبيروت هي من الأغاني كمان يعني مناسب إنه ننهي فيها لأنها هي أصلاً موسيقى غربية موسيقى اللي هي بقولها كونشيرتو دارانخوي كونشيرتو إيه دارانخوي ده إسباني بالضبط هي على الجيتار بالأساس وتم تلحينها وهي زي ماي واي
يعني انعملت باكثر من لغه، غنت باكثر من لغه، وكل لغه كان لها موضوع مش نفس الموضوع. يعني مايوي كان لها هي الحديث عن تجربه حياه. هاي الاغنيه تغنت للحب، وفي حاله بيروت غنت لحب بيروت. طيب عمر، انت كنت بتقول انا هغني المدينه تانية. عايز اقول لك انه بيقولوا كده بالعربي على الرحب والسعه. ليه؟ واحد، انها اغنيه جميله جدا طبعا. اتنين، والاهم انه انت هنا في القاهره ممكن تغني للقدس، ممكن تغني لبيروت، ممكن تغني لدمشق، ممكن تغني للرباط، غني لاي مدينه تحلو لك، فانت في القاهره يا عمر. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم، هي من روح الشعب خمر، هي من عرقه خبز وياسمين، فكيف صار طعمها طعم نار ودخان؟ لبيروت مجد من رماد، لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها، أطفأت مدينتي قنديلها، أغلقت بابها، أصبحت في المساء وحدها وحدها، ولا حجر الغد وموج سفر،
أزهرت جراح شعبي أزهرت دمعت الأمهات أنت بيروت لي أنت لي آه يا عانقيني. عمر كمال يعني صعب اختصار المسألة، بس خلينا نقول عمر كمال فلسطيني عربي ذو صوت عالمي ومستقبل باهر في كل أنحاء العالم إن شاء الله. عمر كمال، شكرا. شكرا.